أستاذ فؤاد، لو فرضنا أنك أمام ترحيل قسري إلى سوريا، أين ستكون وجهتك التي هي الأفضل لك؟ القامشلي، عفرين، أم دمشق؟ والله سؤالك محرج، لكن بالنسبة لي تبقى قامشلي المفضل عندي. هل بسبب الجغرافيا ولا بسبب أنه هي منطقتك، أم بسبب أنه أنت الأقرب لقوات سوريا الديمقراطية، أو هي الأقرب لتفكير الأناكاسة؟ يعني حقيقة بسبب الجغرافيا من جانب، وبسبب أنه الموضوع قضية التعامل مع الفصائل العسكرية صعبة جدا. بالنسبة لي النظام مرفوض كليا. بالنسبة للفصائل هناك كل فصيل له قيادة، والتعامل صعب مع هؤلاء، لا يوجد قيادة موحدة. أما قسد فيوجد لها قيادة موحدة، فإما يعتقلوني أو يتركوني. أما إذا بمنطقة الفصائل ممكن هالفصيل يتركوني والفصيل الثاني يستجوبني، وكل واحد له قراراته ومحاكمه ومجلس سياسي، فالوضع غير مستقر في تلك المناطق وغير آمن. بينما قسد إذا رحت على القامشلي وفرض علي هذا الخيار الافتراضي فأفضل القامشلي، فعندها القسد سوف يفكر إما باعتقالي ومحاكمتي وإما بالإفراج عني، على الأقل أتعامل مع طرف. بالإضافة شئنا أم أبينا، وحتى هن ابتعدوا عن واقعهم الكردي تيفي، تعرفي علاقات موجودة، مثلا علاقات قرابة موجودة، يعني أقربائنا موجودين في قسد، في يبكة، في بيادة، في إلى آخره، فكمان لها دور يعني في هالموضوع. يعني أشعر ماني وحيد يعني.